يعني قرأت مثلا ان كل المواليد ابتداء من شهر سبتمبر سيتم خضوعهم للمسح ده بشكل اجباري قبل استخراج شهادة الميلاد، هل ده حقيقي؟ تمام. هو حضرتك كلمة إجباري الناس بقت تاخدها على إن يعني إيه، يعني هي الدولة ليه عايزاها تعملها إجباري؟ إحنا ده لمصلحة الطفل، لأن يمكن الأهالي ما يبقوش واخدين بالهم. هو اختبار بسيط جدا وسهل جدا. عندنا أكتر من 2.5 مولود في السنة. لو كانت نسبة الإعاقة ماشية زي المعدلات العالمية فهي نسبة ما هياش قليلة انها تبقى عندها ضعف سمع. فلما نبتدي من اول ما الطفل اتولد وشهادة الميلاد زي ما بيعمل اختبار الغدة عن طريق كعب الرجل في نفس المكان وفي نفس الوقت هيتعمل اختبار بسيط للمسح السمعي في الوحدات الصحية في نفس المكان اللي بيعمل بيه، هو مش هيتعب ومش هيتكلف حاجة. والحالة اللي بنكتشف ان عندها مشكله بنحولها للتشخيص العلاجي بعد كده في مستشفيات برضو بالمجان تبع الوزاره. طب ده بالنسبه للمواليد الجدد. طب انا دلوقتي مثلا لو اب وام وعندي شك مثلا انه ابني عنده في تاثير معين على قدره السمع عنده، اولا ازاي اكتشف ده او ايه المؤشرات اللي ممكن تخليني اروح على طول اكشف؟ وبالنسبه بقى للي مش مواليد جدد، هل يعني هتبقى مثلا في المدارس عمليه تلقائيه اوتوماتيكيه مثلا اللي هيروحوا مثلا مندوبين الحمله يكشفوا في المدارس المختلفه، ولا المفروض الاب والام وكل حد بيسمعنا دلوقتي هو يبادر كمان ان هو يروح من نفسه؟ لا، هو هي لا مش هن مش هيروحوا في حته، هو في نفس المكان اللي بياخد فيه تطعيماته واللي بيعمل فيه اختبار الغده هو نفس المكان، وفي نفس الوقت من في اليوم الثالث للسابع بيعمل اختبار السمع، مش هيبقى حمله في اماكن معينه. وعايزين نقول ان دي يعني جت في سياق المبادرات الرئاسيه، بس هي في نفس الوقت ده مشروع قومي يعني ممتد باذن الله، مش هيتعمل فتره وهيقف، ده كل الاطفال على طول هيبقى دخلنا في سكه ان شاء الله المسح السمعي الالزامي لجميع الاطفال. مش هتبقى في وحدات معينه او في بننتقل لمدارس او مراكز، لا، هي الأجهزة الحمد لله الدولة وفرتها لحد دلوقتي في أكتر من 1300 وحدة صحية من المراكز الصحية الأولية، أو يمكن أكتر من 1300. الاختبار الغدة بيتعمل في 3000 وحدة، إن شاء الله المرحلة القادمة هيكملوا لحد 3000، بس ال 1300 موزعين على جميع محافظات الجمهورية على حسب الكثافة السكانية الموجودة فيها.